السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس. لفت نظري من يومين كده كان صديق لي عامل بوست على الفيسبوك بيتكلم إن الأطفال حاليا أو الشباب للأسف ما عندهمش دراية بالدين غير إن هم يصلوا ويصوموا، ودي طبعا في حد ذاتها كارثة. الدين بتاعنا معاملة بيتكلم في كل حاجة في أمور كتير، فعدم دراية الشخص من وهو صغير أو الطفل من وهو صغير والشاب من وهو في لسه في مقتبل عمره بالأحكام اللي يجب معرفتها في حياته اليومية، فدي كارثة. إن هو ما يعرفش، عدم درايته للأحكام دي بتبقى كارثة كبيرة وبيقع فيها. كنا دايما حتى بنيجي نتكلم أنا ومع أصحابي، سواء حتى بتوع يعني الناس اللي بتدرس تربية وتعليم، وان انا كنت ازهر او كده، كان بيبقى في ميزة جميلة عندنا الناس كلها اللي دارسين ازهر عارفين كده كويس قوي. طبعا ما فيش حد ما بيغلطش، بس كان في تحس ان اللي دارس في الازهر ان في عنده زي فرامل من جوه، زي ما بقول لك كده، ما تستغربش الكلمة، في النفس اللوامة بتشتغل عنده لانه درس ايه الحلال وايه الحرام. غير مثلا في تربية وتعليم كنا دايما بنشفق عليهم، احنا عقل هما بيشفقوا علينا عن كم المواد اللي كنا بناخدها، بس علميا بعد كده لما بتكبر حتى لو انت جيت تغلط او غلط في عندك فرامل او حدود للغلط بتاعك ما ينفعش ان انت تتمادى فيه، لانك عارف الاحكام المترتبة عليه ايه والعقاب اللي هيقع عليك ايه من رب العباد سبحانه وتعالى، سواء في دنيا او في اخرة. فان شاء الله يعني من منطلق القناة بتاعتي بإذن الله ربنا يقدرني، وطبعا هيبقى مراجع كلها من الكتب الأزهرية، هحاول ان انا ابسط معلومات بالنسبة للأحكام الشرعية، سواء اذا كانت في الطهارة او في الصلاة او في الصيام او في الامور عامة الدنيوية بتاعتنا. اللي حابب يا جماعة يخلي اولاده يبقى يتفرج على الحلقات دي، هتفرق معاه كتير كأمور دنيوية أو أمور معيشة أو أمور إن هو يفكر فيها في حلال أو حرام. الموضوع ده هيكون ممتاز جدا لي بإذن الله، ربنا يقدرني بس وأقدر أكمل أو أبدأ في يعني السلسلة دي بإذن الله. وطبعا تشجيعكم ليا هو اللي هيخليني أكمل في الموضوع ده. المفروض احنا واجب علينا كدرسي ازهر حتى لو انت ما انتش متعلم قوي، حاول تدي بالمعلومة حتى اللي عندك، بس طبعا لازم تكون واثق منها. وانا زي ما قلت لكم هتكون المراجع بتاعتي الكتب الازهرية اللي هي المفروض شيوخنا الكبار وأئمتنا الكبار مراجعينها، فهم طبعا اعلم مننا بالموضوع ده. انا احاول بس اقدم لكم الحاجات الدرجة الحاجات اليومية بتاعتنا اللي هي المفروض تبقى معروفة عندنا بالفطرة، لان للأسف والله قابلت ناس وشباب كتير يمكن ما يعرفش الحلال من الحرام في اي حاجة، هو كل اللي يعرف انه بيروح يصلي وخلاص، بيصوم وخلاص، بيصوم بس ان هو صيام عن الجوع والعطش وهو ده كده الصيام بتاعه. اللي وراه ايه او المفروض ان الحاجات ان انت تتجنبها ايه في الصيام هو ما يعرفش بها اي شيء. فان شاء الله ربنا يعيني باذن الله وابدأ اقدم لكم ده او المحتوى ده. وطبعا يفضل تخلوا الاطفال او الشباب لو تقدروا ان انتوا تخلوهم يتفرجوا ان شاء الله، وربنا يجعل فيها الافادة باذن الله. دي كانت مقدمة بسيطة على ان شاء الله انا اعمله مستقبلا. النهاردة حلقتنا باذن الله وهي من سلسلة حديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حديث النهاردة بيتكلم عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. حديث بيقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أسفل منكم معناه إيه؟ أسفل منكم اللي هو أقل منكم في أمور دنياكم، اللي هو الإنسان اللي بقى أقل منكم، سواء بقى في الصحة أو في المال أو في العمل، بتندرج تحتها حاجات كتير. فدايما ديننا أو رسول صلى الله عليه وسلم بيحسنا إن احنا نبص للناس اللي هم أقل مننا دايما،
ما نبصش للي فوق مننا، اقل مننا. مثلا انا فرضا انا سليم اهو، تمام، ابص للي اقل مني ازاي؟ لو انا مثلا في حد مريض، عاجز، لا سمح الله، عنده عيب في رجله، عيب في ايده، عيب في عينه، ما بيشوفش، ما بيسمعش، ما مش عارف ينطق، كل الحاجات دي يا جماعة بتبقى نعم. سواء الشخص برضو اللي فاقد حاجة من حاسة، الحواس بتاعته، سواء حاسة شم، حاسة سمع، حاسة بصر، يحمد ربنا ان ربنا عاطيله قوة في جسده. يبدأ يبص للإنسان اللي فقد عضو من أعضائه أساسا. لازم نفكر في الموضوع ده، ان احنا دايما نبص للي اقل مننا. انت برضو لو انت فرضا حالك وسط او ميسور الحال، احمد ربنا ان انت بتلاقي قوت يومك، وبتعرف تتغدى وبتاكل وبتشرب وبتنام، وانت ما فيش عليك حاجة. في ناس بيبقى عليها دين مش عارفة تنام اساسا، وكل طول يومها بتفكر هي هتسد الدين ده ازاي. في ناس بتفضل بتلف، يعني سواء راجل او مراته، بيفضلوا طول اليوم من الصبح بالليل بيلفوا في شوارع عشان يجيبوا بس قوت يومهم. ما بالك انت ممكن تكون انت ربنا كرمك مثلا، معاك مأمن نفسك بفلوس، مأمن اولادك، في غيرك مش لاقي النعمة دي. فدي نعمة في حد ذاتها تشكر ربنا عليها، عشان ربنا يبارك لك فيها ويزودها لك، ما تكونش ناقم عليها. العمل كذلك، قلت انا عملي، انا شغال شغل تعب وقرفان، ودايما عمال بتشتكي من شغلك، تيجي في لحظة كده طبعا الانسان ضعيف، فوارد ان انت فعلا تيجي في وقت خلاص بتصعب عليك نفسك. بس ارجع واقول لك، لازم نرجع لربنا ونقول الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها. ناس كتير بتقعد تحاول ان هي تدور على شغل وللأسف مش لاقية. فوجودك في عمل بتجيب حاجة بتصرف منها، حاجة بتدر عليك مال بتصرف منه وبتكفي بيه عيشك، فده في حد ذاتها تحمد ربنا عليها. في غيرك مش لاقي الحاجات دي. معنى فوقكم في الحديث، فوقكم اللي هو في أمور الدنيا، سواء بقى في المال، يعني واحد غني، انت مثلا قاعد في شقة صغيرة، وفي واحد انت تعرفه غني عايش في فيلا، شوف ده عايش في فيلا وعنده عربيتين ثلاثة وعنده، في حد ذاتها النظرة دي بتخليك تنسى نعمة ربنا عليك، وتبدأ تقلل في الشكر بتاع ربنا، وبتحتقر النعمة اللي ربنا اداها لك. فده في حد ذاته غلط. اوعى تبص للي اعلى منك، بالعكس، انت شفت واحد كده ربنا يبارك له ويبارك له في رزقه ويوسعها عليه، صدقني ربنا هيعود عليك بالدعاء ده بالخير والبركة، ان انت بتحمد ربنا، وغير كده انت بتحب الخير لغيرك، ان ربنا يوسعها عليه ويفتحها عليه. تيجي مثلا برضو انت موظف عدد صغير في مكان وشغال وعمال مطحون، لكن تيجي للمدير مثلا، مديرك قاعد بياخد مرتب قد كده مش عارف ايه، ما تنقمش عليها، شوف قاعد ومش عارف ايه، ما تعرفش المدير ده. طبعا بتكلم عن الناس الكويسة، الناس المحترمة. المدير ده يا جماعة عشان يوصل حتة المدير اكيد مر بشهادات وبتعب معين، حتى لو ما مرش يا اخي هو ده رزقه، سبحان الله، انت بتعترض على ايه؟ هو ربنا اراد له الرزق وكتب له الرزق من المكان ده ان هو يكون كده، حتى لو شغله قليل، او ان هو بيديك يعني زي بنقول عليها تاسكات او حاجات معينه تقوم بيها في عملك، فهو مديرك، هو رزقه ان هو ربنا يكرمه كده، فتقول له ربنا يكرمه ويصلح لحاله عشان ربنا يكرمك انت كمان. لكن ما ينفعش اقول شوف انا باخد قد ايه وهو بياخد قد ايه، مقارنه فاشله، وهتخليك تبقى ساخط على نفسك وساخط عليه وساخط على حياتك، وعمرك ما هتعرف تجتهد في شغلك ولا توصل للمبتغى اللي انت عايزه او لهدفك اللي انت المفروض تنوله. بنقول هنا، فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. اجدر يعني احرى، يعني معناها احرى، يعني دي حاجة بتكون سبب ان انت تخليك تعمل الشيء، يعني تزدروا من الازدراء اللي هو احتقار النعمة، فده هيكون سبب ان يخليك تحتقر النعمة وتبدأ تقلل في الشكر، او تبقى بطيء في شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي اعطاها لك. ما ينفعش، ما ينفعش، ده عدم احترام لذات الله سبحانه وتعالى. لازم ان انت تشكر ربنا على كل نعمة بيديها لك.
بتبص لنفسك انت بتتنفس عادي، بتشرب ميه عادي، بتخش الحمام عادي. في ناس كتير يا جماعه عايشه باكسجين، في ناس عايشه بغسيل كلى، في ناس عايشه بدعامات في القلب عشان مش عارفه تعمل اي مجهود، انت بتطلع وتنزل. في ناس انت لو انت كفيف، في ناس ما بتسمعش، في ناس عندها رجلها مش عارفه تمشي عليها، فانت نعمه. لو انت لا قدر الله رجلك فيها مشكله فانت بتشوف، غيرك ما بيشوفش. ما فيش حاجه ربنا بيقدرها او بيديها لشخص الا ما بيكون ابتلاء ان شاء الله، عشان ان هو يعني يمكن تكون دي سبب في دخولك الجنه، في صبرك على الابتلاء اللي ربنا ادهولك، وشكرك للنعمه اللي ربنا عطاها لك في حاجات تانية. مش كل واحد بياخد كل حاجه، في اشياء كده معينه ممكن يكون ربنا شايل منك شيء بس معوضك بشيء اكبر منه انت ممكن ما تكونش حاسس بيه على فكره. يعني انت ممكن تحس بالشيء ده لما ربنا ياخده منك. احنا الواحد مننا للاسف ضعيف، بتقعد تتكلم وتبقى مش عاجبك حد، خلي عندك كده يجيلك دور برد او تصدع شويه او يجيلك مغص، بتبقى عندك استعداد تعمل اي حاجه وتتنازل عن اي شيء في سبيل ان الالم ده يروح، صح ولا لا؟ فما نكفرش بنعمه ربنا ونشكره عليها ايا كانت. لو نفسك كده اهو بتاخده وبتخرجه تاني فده نعمه في حد ذاتها من عند ربنا. ان انت تخش الحمام، الناس بتستغرب تخش الحمام لما يكون في حمام ميه او كلام من ده، والله في ناس يا جماعه ما بتعرف تعمل حمام ميه الا بقسطره. انتوا متخيلين؟ يعني نخلي في دايما، نخلي عندنا شكر للنعمه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى كل يوم كده، ان انت بتنام وبتقوم سليم دي في حد ذاتها نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. فشكر نعمه ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا عليها. واعرفوا دايما انت كل ما بتشكر ربنا وبتفتكر الخير لغيرك ربنا مش هيسيبك، بالعكس ربنا هيوسع لك اكتر واكتر. قال تعالى ولئن شكرتم لازيدنكم. فخلوا دي حلقه في ودانكم، لان شكر نعمه ربنا هي اللي ان شاء الله هتكون سبب ان ربنا يزيدنا في خيراته وفي كل شيء. بس هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب. وبالنسبه للموضوع اللي اتكلمت فيه في اول الفيديو، يا ريت يا جماعه تشاركوني بالكومنتات. لو عايزين تضيفوا حاجه، عايزين اتكلم في حاجه زياده، ما فيش اي مشكله عندي، والله هكون شاكر لكم جدا لان ده هيكون اضافه ليا. بس واتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.